صباح الخير متابعي قناة تنظيم وطبخ وتدبير تفرح من بنين. بما اني امس طرحت لكم الفلوج او طرحت لكم الروتين ديال نهار الحد، وكان من بين المنجزات والمسائل اللي عدلت عني زرت واحد المعرض، ديجا زرته وخرجته عرفتش فيه وشريت فيه بعض المشتريات، وعدتكم على اني غنعطيها لكم بالتفصيل. هي هذه المشتريات هذه. قبل ما نعطيكم تفصيلها وثمنها الى غير ذلك، كيف قلت لكم في الفيديو السابق نخلي لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف ان شاء الله، على ان دائما من عدو باغي نقيسوا معرض ما نشكوا عنا، راه كاينين الفورتات وكاينين عروض مغريه ولا ارباح مغريه، راه غير نفس السلعه نفس الديكور نفس المنتوجات بحله جديده فقط. ما راه التاجر ما غادي يبيع لك بالخطيه باش يقول عنه دار معرض ولا عدل ولا شارك في معرض الى غير ذلك، غير باش تعودوا على بال. كنصيحه دائما من بغي نقيس المعرض، المعرض كيكون فيه غالبا اسبوع 10 ايام 15 يوم الى غير ذلك، نقيسوا النهار الاول نسدر فيه، نقيسوا النهار الثاني نسدر فيه دون شراء، وما ندي معايا الفضه باش ما تغريني حتى شي حاجه، ونشوف نسدر فيه ونشوف منتوجات اللي عرفت ثمنها راني عرفته، واللي ما عرفت ثمنها خارج المعرض ماشي داخل المعرض، اللي عرفت ثمنها خارج المعرض راني عرفته، واللي ما عرفته نحاول نسول عنها خارج المعرض، لان المنتوجات قليل من كتعود ما هي كاينه عندنا في المدينه الا اذا كانت المنتوجات التقليديه ديال مناطق معينه الى غير ذلك. بالنسبه لهذه المنتوجات هذه راهي موجوده، قلت لكم على اني انا نهار الاول مشيت سدرت، عرفت الاثمنه عرفت الاجواء ديال المعرض عرفتش فيه، ما بانليش فيه شي حاجه ذيك هي اللي اكسبسيونال ولا هذا. دوك الكواتشير اللي كنت شريت في درب عمر ب60 درهم هما، ودوك الطباسيلات نعدل لكم دوك ديال اينوكس جبرتهم فما ب110 دراهم، كيبيعوا ب110 درهم انا شريتهم ب60 درهم، يعني شريتهم انا رخاص. هادشي غير عطيتكم عفوا عطيتكم باش كمثال نوضح لكم الامور. صافي مشيت قلت لكم النهار الاول عقب ذاك منين سمو درفت معايا 150 درهم القياس اللي غادي نشري به هاد المسائل هذه باش ما نفوتها. اذا مشيت في بالي عني اللي نشري هاد المسائل هذه، من بينهم اول شيء هاد الكرسي هذا اللي ربما نقدر نردو اليوم نردو لمولاه، بغيتو بغيت نشري في الاخضر عنده في هذا اللون في الاصفر وفي الاخضر، قلت انا ربما نردو له نقول له يعطيه لي في الاخضر، لان عندي شي مسائل في الاخضر شي معين في الاخضر ديال البحار وديال السموم، زلت نشتركهم معاكم ان شاء الله ديال الوته، وقلت انا لما لما نشريه في نفس اللون ربما نقدر نبدلو الا بغينا ما بغاش نخليه. هذا الكرسي هذا الميزه ديالو على انه ما كيزلق، فيه هذا سمو، واللي شجعني عليه واحد الاخت معايا في لي كور دي سوار، قالت انها شريته عاد لها سنه وكانت توقف عليه في الجليج في الفايون في لا موزيك على انه كيبقى هو وكانت عنه مثلا حر على انه ما كيوسع من هذا الزريان هذا، على انه زين وعلى انه ثمنه مناسب. انا الثمن حقيقه جاني مناسب لانه كبير، ربما غير الفيديو ما هو مبينه مزيان، ولكن اللي اصلا تثارني فيه هو على انها هي قالت عنه عندها عام عن تجربه وعنه ما كيزلق، تعرفوا على ان المشكل ديال الكراسه مع الجليج لانهم ملي كتبغي توقفي عليهم والله هذا كيتموا يساعوا الين ينكسروا. مهم هذا شريت لا واحد فقط ما بغيت نشري اكثر. شريت هاد الشبكات او شريت هاد التوبينات هادو اللي هما خاصين بالمجمد، والميزه اللي فيهم على ان فيهم هذا شريته ب50 درهم، وهاد لي بواط هادو ديال المسائل في الثلاجه ماركه ديالهم ها هي ماركه، لانهم ماشي اي سمو، هذا الماركه معروفه دوليا. والجميل فيهم لانهم فيهم هاد البلاصه هذه كتكتبي فيها بقلم الرصاص وكتمحي بعد التاريخ ديال المنتوج اللي درتي في المجمد ودرتي في الثلاجه، كتعرفي تاريخ انت درتيه باش تحافظي عليه. هادو ربعه ديال العلب ب 30 درهم، هادو ب 30 درهم، شريت ثنتين شريت بواطين شريت هادو ثنتين متقادات، ما عرفتش كيف دون السيترو والله ما عقلت. انا نشوف ما
مات لي تعقلت. المهم ومهم الجميل فيهم انهم كيدخلوا الماكينه، كيدخلوا الميكرووندا، كيدخلوا الفريغو، كيدخلوا تسخني فيهم المسائل. وبالنسبه شحال كترفد انا نقول لكم في اخر الفيديو، لاني ما لقيت واش نسيت رو ولا ما نعرف. انا نخلصكم في اخر فيديو نقول لكم. تنقبط منهم بواطتين ثنتين 600 660 درهم. وقبضت هادو الصغيرين، هادو كنحتاجوهم بحال هاك في هاك مطيشه ديال الحك والله شي حاجه شي حاجه زقليله، شي مركز طماطم ولا مركز فواكه، مركز توت ولا مركز ليمون، ولا شي حاجه قليله بحال هكا، ولا الهريسه الى غير ذلك. كتبغي تجمعيها في شي بواطه تعود صغيره ومجموعه. هذه فيها السيترو، شتيها هي لقيتها هون، هذه فيها السيترو البواطه. دن هذه قلت لكم الكبارات ب 30 وهذه ب 20 درهم. شريت هاد الشبكات ثنتين 25 بالوحده. شو شكلهم زوين، عجبني هكا الغونجمون، نجمع فيها شحال من مسله. شريت لا ثنتين بارك عليا، ما بغيت نكثر. هاد البواطه هذه عطاها لي ريغالو، البواطه ديال مجمد حتى هي، وديال الميكرووند تحمي فيها المسائل، وهي فيها هاد الزر هذا اللي كاين مقفل، شفتوا كاين مقفل وكاين مفتح. هذه عطاها لي كادو بما اني شريت عنده هذا الشيء. هذه هي الحلقه ديالنا ديال اليوم، وكنتمنى النصيحه تفهموها اللي قلت لكم ديال اسمه. ماشي على اني جبرت معرض صافي نتم لا نشري منه ونضيع الفضه فيما لا يلزم. دائما تريت ودائما نشوف المنتوج خارج المعرض شحال كيسوى وداخل المعرض شحال كيسوى. الا جبرت فرق كبير نشري، ما جبرت فرق كبير ما نشريه، ما نبرزط راسي ونكلف على راسي نشري بمسله انا في غنى عنها بثمن مرتفع، وهي نقد نشريها بثمن مناسب وفي بلدي وموجوده متوفره. الا ما شريتها هذا الشهر نوفر لها الشهر الجاي. هذه هي الحلقه ديالنا ديال اليوم، نتمنى الحلقه تعجبكم، ونتمنى المشتريات البسيطه اللي شريت تعجبكم تنال اعجابكم. واني بكم الى حلقه قادمه ان شاء الله. ما تنسوني في الاقتراحات والتعليقات، نحانيهم بفارغ الصبر. الى اللقاء، اصبحكم مبروك.